السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي، في حلقة جديدة من المراجعة النهائية لمادة الفيزياء وتكملة لأهم درس في دروس الفصل الثاني أجهزة القياس. بس قبل ما نبدأ في الأسئلة النهاردة اللي محضرينها لكم، يا ترى إيه أهم النقط اللي مرت علينا المرة اللي فاتت؟ خدنا مع بعض أول جهاز مر علينا اللي هو جهاز الجالفانومتر، وجهاز الجالفانومتر كان بيتركب زي ما إحنا خدنا من ملفه، والملف ده متوصل بحاجات معينة، واهم فكره ليه اللي هي فكره عزم الازدواج، ان هو فكره عمله بتعتمد على عزم الازدواج اللي هو قانون بيان. وخدنا المره اللي فاتت السؤال الاول اللي هو كان بيتكلم يا ترى لو انا قرايه الجلفانو زادت يا ترى ايه السبب؟ ومش مهم نراجع السؤال، تقدر تراجع معايا السؤال بعد كده. محضرين مع بعض السؤال رقم 2 برضو على الجلفانو، وبعد كده داخلين على الاجهزه اللي بعد كده. يلا نشوف السؤال بيقول ايه. السؤال زي ما احنا شايفين كده مع بعض بيقول لك ايه؟ يبين الشكل التخطيطي ملف يمر به تيار اي يتحرك من الوضع س الى الوضع ص. ما التغير الذي حدث من الوضع س الى الوضع ص يجعل هذا التركيب لا يصلح كجلفانومتر لقياس شده التيار بدقه؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ يا ترى هل عزم الازدواج هو اللي زاد، ولا القوة المغناطيسية المؤثرة على الضلعين الرأسيين هي اللي قلت، ولا يا ترى عزم ثنائي القطب يا ترى زاد، ولا نقص كثافة الفيض المغناطيسي؟ لازم تحلل، عود نفسك اتدرب من دلوقتي انك تحلل كل فقرة يا ترى ايه الصح وايه الغلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه. تعالوا نتدرب مع بعض على السؤال دوت ونشوف نحلل ازاي. كان اول اختيار بيقول لك ايه؟ زياده عزم الازدواج. يا ترى زياده عزم الازدواج ياثر معايا في ان الجهاز دوت هو اللي اتغير؟ لا، عزم الازدواج ملوش دعوه. عزم الازدواج دايما قيمته بي اي اي ان، فدايما قيمته ثابته ما بتتغيرش. طيب نيجي في الحاجه الثانيه، يا ترى القوة المغناطيسية قلت ولا زادت؟ برضو لا، القوة المغناطيسية ملهاش دعوة، قانونها خدناه في الدرس اللي فات كان بيساوي بي في اي في ال، ما بتتغيرش برضو دايما ثابتة. طيب يا ترى عزم ثنائي القطب، ارجع معايا كده، عزم ثنائي القطب قانون اسمه ايان، ملوش دعوة بالزاوية، لان الوضع س لما اتغير ملوش دعوة، عزم ثنائي القطب ما بيتغيرش. يبقى بقى الجهاز الاخير او الفقره الاخيره اللي هي نقص كثافه الفيض المغناطيسي. كثافه الفيض هو مغناطيس، واحد تاني بص يفكر كده يقول لك بقى المغناطيس موجود ما تاثرش يبقى كثافه الفيض المفروض ثابته. لا يا حبيبي، كثافه الفيض دي حاجه بتتاثر بزاويه دوران الملف، والخطوط ما دام ثابته وحصل تغيير في الزاويه يبقى كثافة الفيض هتتغير معايا. اوعى تنسى دي، كثافة الفيض هتتغير من بي لبي ساين سيتا، لان لما الملف يدور يبقى في زاوية اتغيرت، ولو الزاوية اتغيرت على طول كثافة الفيض المغناطيسي تتغير، او بيسموها شدة الفيض المغناطيسي. تمام، يبقى نتعلم من هنا ان اول ما يجيلي سؤال في تحليل وتفكير اوعى تتسرع في الاختيارات، ابقى حلل كل اختيار وشوف الغلط وايه السبب والصح ايه. ماشي، تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. وصلت مقاومه R1 مع جلفانومتر على التوازي فنقصت حساسيته الى الخمس، وعندما وصلت مقاومه R2 مع نفس الجلفانو نقصت الحساسيه الى التسع، كم تكون النسبة بين R1 وR2؟ الجلفانو ده جهاز أساسا بيقيس شدة التيار الضعيف، فلما أحب أحوله إلى أميتر زي ما درسنا لازم أوصله بمقاومة صغيرة على التوازي معاه، على أساس إيه؟ تزود الرينج بتاعه، يعني تزود مقدار شدة التيار اللي بيقيسه. طب هنا مديني حالتين، مرة وصلت مقاومة اسمها R1 الحساسية قلت للخمس،
ومرة لما وصل مقاومة تانية اسمها R2 الحساسية بتقل للتسعة، يا ترى R1 نسبتها كام لR2؟ تعالوا نشوف الحل بيجي ازاي. في قانون مر علينا اسمه RS بتساوي IG في RG على I ماينس IG، اللي هو قانون مقاومة المجزأ، كنا بنسميه إج في رج على I ماينس إج، بالظبط كده IG في RG على I ماينس IG. طيب بنبدأ نعمل إيه؟ ببدأ أحلل القانون أعوض عليه مرتين. أول مرة المقاومة R1 لما وصلناها الحساسية قلت للخمس، ده معناه إن الآي زاد 5 مرات، فكده ده معناه إن آي توتال بتساوي 5 IG. ولما بنيجي نعوض في القانون بتاع RS يبقى RS1 هسميها R1 مثلا بتساوي IG في IG على 5 IG ماينس IG، وبالتالي هوصل لهنا إن RS1 بتساوي ربع RG. تمام؟ أوكي معايا هنا عشان بس نأكد الحتة دي مع بعض. يبقى أنا عندي قانون اسمه RS بتساوي IG في RG على I ماينس IG، بشيل الاي واحط بدلها 5 IG، وبالتالي بيطلع لي قانون RS ايكوال ربع RG. وبنفس الطريقة هنبدأ نطبق القاعدة الثانية وهجيب قيمة RS2. تعالوا نشوف هنعمل ايه. I2 بتساوي 9 IG، لأن لما الحساسية تقل لل 9 يبقى على طول، يبقى على طول الـ I2 الجديدة هتصبح 9 IG، وبالتالي هيبقى RS2 هتبقى IG في RG على 9 IG ماينس IG، ومن هنا هطلع إن RS هتساوي زي ما احنا شايفين بالظبط كده RG على 8، يعني تن RG، ومن هنا اقدر اجيب النسبه. يبقى R1 على R2 هتبقى ربع RG، وبعدين بعكس الثانيه تبقى 8 على RG، وهشيل الRG مع الRG فضل 8 على 4، وبالتالي يديني 2 على 1. يبقى لما يديني حالتين لازم اطبق القانون مرتين واجيب قيمه R1 واجيب قيمه R2 واشوف النسبه اللي بينهم. اوكي تعالوا نشوف فكرة كمان. يلا السؤال رقم 4 بيقول لك اتصل مجزأ تيار مقاومته RS بجلفانومتر مقاومته RG لتكوين أميتر، فإذا كانت مقاومة الأميتر قد إيه؟ 10 RG، فكم تكون مقاومة المجزأ؟ فكم تكون مقاومة المجزأ؟ لما بيكون عندي جلفانو وعايز احوله الاميتر بعمل ايه؟ ايوه بالظبط كده، ركز معايا يا شباب، بوصل الجلفانو بمقاومه صغيره على التوازي بيسموها مجزأ التيار. يبقى لما يجي لي سؤال كيف نحول الجلفانو الى اميتر، على طول نقول كده بتوصيل ملف الجلفانو بمقاومه صغيره على التوازي تسمى مجزأ التيار. يبقى كده أصبح عندي مقاومتين على التوازي، واحدة اسمها RG والتانية اسمها RS، الاتنين إيه؟ على التوازي. المقاومة الكلية بتاعتهم اسمها أميتر. حد فاكر يا شباب إزاي نحسب المقاومة الكلية لمقاومتين على التوازي؟ أيوة الله عليك بالظبط كده، بالظبط حاصل ضربهم على حاصل إيه؟ جمعهم. كنا بناخدها في الباب الأول، R1 في R2 على R1 بلس R2، بس زمان في الباب الأول كنا بنسميها R1 و R2، دلوقتي هنسميها بالحروف الجديدة. أنا عندي مقاومتين برضو على التوازي، واحدة اسمها RG وواحدة اسمها RS، هيدوني أميتر، وبالتالي يلا بقى نشوف القانون بقى شكله إيه. تعالوا نشوف أهو، هما دول المقاومتين اللي على التوازي. الصورة اللي إحنا قصدنا دي بتوضح أنا عندي مقاومتين على التوازي، واحدة منهم الجلفانو اللي هي RG والتانية اسمها RS، الاتنين متوصلين على التوازي، فالمقاومة الكلية بتاعتهم اللي هو القانون اللي احنا متعودين عليه حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هو RG في RS على RG بلس RS،
اللي هو خدناه في الباب الأول اللي هو حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. بالظبط كده. تعال نشوف هنعوض ازاي. بشيل بقى حتة بقى لعب الألفاظ ولعب التحويلات. يبقى الار اميتر بشيلها واحط 0.1 ار جي، يعني 1 من 10 ار جي، وبنزل الطرف الثاني زي ما هو ار جي في ار اس على ار جي زائد ار اس، واقعد امشي خطوات حسابيه، وفي الاخر بوصل ان ار اس بتساوي 9 ار جي. في 3 حاجات مهمه قوي. ار جي مقاومته اللي هي مقاومه الجلفانو، لما بحطه بمقاومه تانية اسمها ار اس حصلنا على اميتر. تعال نركب او نرتب المقاومات من الكبير للصغير. الار جي هي اكبر واحده، بيليها ار اس اصغر منها، فلما بحطهم مع بعض على التوازي بيدوني اميتر مقاومته اصغر من اصغر واحده، يعني دايما اصغر من ار اس. اوعى تنسى دي، يعني الار جي بيليها ار اس واخيرا ار الاميتر. اوعى ننسى دي. تعالوا نخش على السؤال اللي بعد كده. زي ما احنا شايفين بيقول لك ايه، يوضح الشكل فولت ميتر متعدد المدى يتركب من جلفانوميتر مقاومته 50 اوم ومقاومتين، واحده منهم 150 والتانيه اسمها ار 2. بس قال لي ايه؟ قال لي جلفانومتر مقاومته 50 اوم ومقاومتين يمكن توصيل كل منهما مع ملفه عند توصيل المفتاح كي في الوضع 1، يكون مدى قياسه 2 فولت، وعند توصيل المفتاح في الوضع 2 يكون مدى القياس 8 فولت، فكم تكون مقاومة المضاعف ار 2؟ الجلفانو هو الأساس وحولناه للأجهزة التانية. في الحصة اللي فاتت مع بعض خدنا حاجة مهمة قوي، إن الجلفانو بيقيس التيار الضعيف. تمام؟ لما بنحب عاوزين نحوله الأميتر علشان يقيس تيار أعلى، وصلنا الجلفانو بمقاومة صغيرة على التوازي سميناها المجزئ. دلوقتي الجلفانو لما نحب نحوله لجهاز تاني خالص اسمه فولتميتر. فولتميتر يعني بيقيس فرق جهد، يعني بنغير كل حاجة فيه، بنغير وظيفته تماما. يعني هنحوله من جهاز بيقيس شد التيار لجهاز بيقيس فرق جهد، يعني فولتميتر. اوكي؟ فبالتالي بوصله ايه بقى المرة دي؟ بوصله بمقاومة كبيرة على التوالي. اوعى تنسى دي، بوصله بمقاومة كبيرة على التوالي اسمها ايوه مضاعف الجهد. يبقى لما يجي لي سؤال يقول لي كيف نحول الجلفانو الى فولتميتر، هنقول كده، بتوصيل ملفه بمقاومة كبيرة على التوالي تسمى مضاعف الجهد، وبالتالي كده اصبح جهاز جديد خالص اسمه فولتميتر. اوعى تنسى اللي هقوله دي، المعلومه الثانيه، كل ما مضاعف الجهد ده كل ما كبر، كل ما الفولتميتر اللي هحصل عليه هيقيس رينج اكبر من فرق الجهد، يعني مدى اكبر من فرق الجهد، وهو ده اللي السؤال عايزه. تعال نرجع للسؤال كده ونشوف هو عايز ايه. مدينا زي ما احنا شفنا في الصوره الجلفانو مقاومته 50 ومضاعف الجهد الاولاني 150، اداني قياس كده الفولتميتر اللي نتج بيقيس 2 فولت بس، يبقى ار 2 ده مضاعف جهد تاني بيقيس الفولتميتر اللي نتج بيقيس 8 فولت. يبقى اول حاجة تيجي في بالي ان اكيد لازم R2 لازم تبقى رقم اكبر من 150. بص المفاجأة في الاختيارات 600 و750 و800 و850 كلهم فعلا اكبر من 150، يبقى كده اجبرني لازم اعمل حسابات. تعالوا نشوف بقى لما نيجي نفكر نعمل حسابات بنعمل ايه. في قانون معايا هنا كده
في قانون مهم جدا لازم تكون عارفه، موجود في الكتاب اوبن بوك. امتحاناتنا اوبن بوك، اطمنه. انت بس تفتح الكتاب هتلاقي القانون، انت عليك بس تطبقه كويس. القانون بيقول ايه؟ في بتساوي اي جي ار ام زائد ار جي. تاني، الفي اللي هي البوتنشال ديفرنس او فرق الجهد اللي الفولتميتر هيقيسه. اي جي ده التيار اللي هيكون ماشي في الدايره. هيبقى في عندي حرفين مهمين، ار ام وار جي. الار ام اللي هي بيسموها مضاعف الجهد، والار جي اللي هي مقاومه الفولتميتر. عرفنا اسم كل حرف، تعال نعوض بقى. يبقى في بتساوي اي جي افتح قوس ار جي زائد ار ام. هنشيل كل حرف ونحط الرقم بتاعه، اوعى تنسى الحته دي. هنشيل كل حرف ونحط الرقم بتاعه. الفي ب2 والاي جي مجهوله، والار جي والار ام هشيلها واحط الارقام اللي موجوده في الرسمه، 50 زائد 150. من هنا هقدر اجيب اي جي طلعت بكام؟ بواحد من 100 امبير. تمام؟ يبقى كده جبنا اول حاجه قيمه التيار بتاع الجلفانو، واحد من 100. هنيجي نعمل ايه بعد كده؟ هطبق القانون ده مرة تانية بس بالمقاومة الجديدة اللي اسمها R2. تعال نشوف هنعمل ايه. هتبقى V بتساوي IG في RG زائد RM بس الجديدة. هشيل V بقى المرة دي واحط 8، والـ IG جبناها من الخطوة اللي فاتت، واحد من 100. افتح قوس RG بكام؟ بالظبط كده 50. يبقى كده مين المجهول في المعادلة؟ الله، R2. ازاي بقى بحسب؟ عندك بقى طريقتين في الحساب، اما تستخدم الآلة الحاسبة اللي هي الكالكوليتر، او تقدر تعمل خطوات حسابية، وفي الآخر هجيب قيمة R2 اللي هي طلعت معانا 750. يبقى حاجة مهمة جدا يا شباب، يبقى لما يكون عندي جلفانومتر عايزين نحوله إلى أميتر، لازم نحوله ازاي؟ بالظبط كده، بتوصيل ملف الجلفانو بمقاومة صغيرة على التوازي، اسمها ايه؟ الله عليك، بالظبط كده، مجزئ التيار. ولما يكون عندي جلفانو عايز احوله لفولتميتر، بوصله بمقاومة كبيرة على التوالي، وكل ما تزيد يزيد الرينج بتاع الفولتميتر. فعلشان كده طلعت، تعالوا نشوف الإجابة كده بتاعتنا، بالظبط كده، بعد ما حسبنا طلعت 750. يبقى كل ما مضاعف الجهد قيمته بتزيد، يبقى الفولتميتر اللي هحصل عليه هيقيس مدى اكبر من فرق الجهد، يعني فرق الجهد اللي هيقيسه يزيد. الاولاني كنت وصلت ب 150، الفولتميتر كان بيقيس 2 فولت بس. لما احط مضاعف جهد تاني اسمها R2 اكبر، الفولت هيزيد بقى 8 فولت. كان 2 فولت زاد 4 مرات، اوعى تنسى دي. يبقى لما تزيد 4 مرات يبقى كده مضاعف الجهد لازم يزيد 5 مرات، اوعى تنسى دي. تمام؟ طيب، حاجة مهمة كمان، مضاعف الجهد اللي حطيته ده ومجزئ التيار في الأميتر، كل واحد بيبقى ليه دور مهم قوي، وهو ده أهم نقطة عندنا النهاردة. مجزئ التيار قصاد مضاعف الجهد، مجزئ التيار مقاومة صغيرة على التوازي عشان يبقى أميتر، ومضاعف الجهد مقاومة كبيرة على التوالي مع الأميتر، أوكي، مع الجلفانو. نهينا مع بعض النهاردة درس الجلفانو، وعرفنا النهاردة إزاي نحول الجلفانو إلى أميتر، وإزاي الجلفانو إلى فولتميتر، وحلينا مسائل فيها أفكار عليهم. انتظروني مع بعض كده إن شاء الله الحلقة الجاية، هنحل مع بعض أسئلة أكتر فيها فهم وتحليل وتفكير، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.